السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة أسرع الوصفات. وصفة اليوم وصفة مجربة وناجحة لعلاج شيب الشعر والشيب المبكر. بالنسبة أنا وضعت على قناتي مجموعة كبيرة من الوصفات الخاصة بهذا المشكل وهو الشيب. بالنسبة يعني أطلب منكم وأتمنى منكم عدم الحكم مسبقا على أي وصفة أنا أضعها، يعني أنا أبحث وأجتهد وأحاول دائما أن يكون يعني أن تكون وصفاتي كلها لها مصداقية، وأقدم لكم الأفضل والأنجح. يعني الوصفات التي أقدمها جربت على مجموعة كبيرة من الأشخاص، والوصفة التي تعطي نتائج إيجابية أحاول تقديمها لكم وإعطائها لكم. جميع وصفاتي التي أقدمها يعني لها مصداقية، والله على ما أقول شهيد. يعني أحيانا ألاحظ بعض التعليقات السلبية أنهم يحكموا على الوصفة قبل تجربتها. يعني أنا أحاول أني أفيدكم يعني بكل ما أستطيع تقديمه. بالنسبة لوصفات الشيب يعني لن تظهر النتيجة من أول استعمال، هذا واضح أكيد. يجب الاستمرار على عمل هذه الوصفة. إذا لم تنجح الوصفة 100% تنجح ممكن 80% 60% أقل شيء 50%. يعني لما نجرب الوصفة يجب أن أداوم عليها، أستمر عليها حتى الحصول على أكبر نسبة من نجاح هذه الوصفة. يعني المكونات التي أقدمها طبيعية ويعني فعالة فعلا، يعني الأشخاص اللي جربوا وصفات الشيب يعني وجدوا نتائج إيجابية يعني تقريبا يعني بنسب عالية جدا. يعني هذه بعض الكلام حبيت أني أقوله وأوجهه لكم وأكون صريحة معكم. بالنسبة لي قلت للوصفة يجب المداومة ثم المداومة، تكرار هذه الوصفات يوميا على الأقل لمدة شهر حتى تظهر النتيجة. ممكن هناك أشخاص يعني تظهر عندهم النتيجة خلال أسبوع أو أسبوعين، وهناك من تتأخر النتيجة عندهم لأنه نسبة الشيب أو نسبة تلف الشعر تختلف من شخص لآخر. يعني هذه أريد أن أكون واضحة معكم في هذه النقطة. بالنسبة لي يعني قبل ما أقدم وصفة اليوم، أتمنى منكم متتابعي الأعزاء لايك وشير للفيديو لكي يستفيد أكبر عدد من الناس. أيضا أتمنى من الزوار الجدد أنهم يشتركوا في قناتي ويفعلوا الجرس، وسأحاول دائما إفادتكم بأنجح الوصفات. بالنسبة لوصفة اليوم تعالج أو تخفف شيب الشعر والشيب المبكر. هناك من يقول لي الشيب ليس عيب وليس ذا، لكن يعني هناك الكثير من النساء وهناك الكثير من الرجال من هم في سن يعني صغيرة ويعانون من هذا المشكل ويسبب لهم مشكل أو إحراج. سأقدم لكم بعض الحلول وسأقدم لكم هذه الوصفة. يعني هذه الوصفة فعلا فعالة، سنحتاج فيها إلى زيت يعني رائع جدا لعلاج هذا المشكل، وهو زيت الميرامية من أحسن الزيوت التي تعالج هذا المشكل. أما المكون سنحتاج إلى مكون آخر سنخلطه مع هذا الزيت لكي نتخلص من هذا المشكل، وهو أزهار البابونج بهذا الشكل. البابونج أعتقد أن الجميع يعرف هذا الزهرة، فوائدها عظيمة جدا خاصة للشعر. سنأخذ كمية من أزهار البابونج ونضع عليها كمية من الماء ونغليها حتى نتحصل على مغلى البابونج بهذا الشكل، مغلى البابونج بهذا الشكل. بالنسبة لطريقة الاستعمال نحصل على مغلى البابونج هكذا. بالنسبة لطريقة الاستعمال نقوم بتصفية هذا المغلى، نتركه حتى يبرد. ممكن أني نعمل كمية كبيرة وأحتفظ بالباقي في الثلاجة. نصفي المغلى، نأخذ كمية من المغلى يعني كمية نصف كأس تقريبا أو نصف كوب من مغلى البابونج. وإذا كانت متوفرة عندنا هذه
الزجاجة بهذا الشكل أو القارورة البخاخة بهذا الشكل، نضع فيها كمية من مغلى البابونج، نضيف له مقدار ملعقتين من زيت الميرامية، نرج المكونات جيدا، ثم أقوم ببخ الرأس أو فروة رأس والشعر بالكامل، ونتركه على الشعر دون غسله، يعني ممكن حتى يوم أو يومين. نكرر هذه العملية يوميا، أقوم بتكرار هذه العملية يوميا على الأقل مدة أسبوعين، وسنلاحظ النتيجة ونلاحظ الفرق، أن هذا المشكل سيختفي أو يقل ظهوره شيئا فشيئا. إذا استمرينا على هذه الوصفة مدة أطول سنلاحظ نتائج إيجابية إن شاء الله. قلت نضع مغلى البابونج معه ملعقتين من زيت الميرامية، ونرش به الشعر بالكامل، الفروة وحتى أطراف الشعر. أيضا هناك نقطة أساسية تساعد في التخلص من هذا المشكل، وهو تناول حبوب البركة أو حبوب حبة أو الحبة السوداء، ملعقة كل ليلة صغيرة من الحبة السوداء قبل النوم، تساعد كثيرا في التخلص من هذا المشكل. هذه هي الوصفة، أتمنى إن شاء الله أنه تكون مفيدة لكم. أنتظر آراءكم وتعليقاتكم، وأنتظر اشتراككم في القناة. شكرا لكم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.